السؤال الذي لابد أن يطرح كل إنسان على نفسه: من قرر أن أكون أنا إنسانا؟ أكو واحد قرر وجودك أنه أن تكون أو لا تكون، حتما مو أبوك وأمك يقينا، وحتى لو كان القرار منهما فليس الخلق خلقهما، ما يعرفون عنك شيء ولا هم يتدخلون في تكون أعضائك فيما يرتبط بجسدك بالإضافة إلى ما يرتبط بروحك. من اللي أول مرة حرك قلبك حتى يدق 70 عام من داخل الرحم إلى آخر لحظة من لحظات حياتك؟ في واحد قرر، ذلك الذي قرر لك أعلم منك، وإلا ما كان قادر أن يخلق هذا الخلق العجيب الغريب الذي لم يكتشف جميع الناس وجميع العلماء وجميع البشرية حتى الآن. ما اكتشفوا جسم الإنسان، رجل حائز على جائزة نوبل في الطب اسمه أليكسيس كاريل، عند كتاب عنوان الكتاب الإنسان ذلك المجهول، يقول جسم بعده بالنسبة لنا مجهول، مو روحه مو عواطفه. شوفوا آثار الصنعة فينا، آثار العلم، آثار القدرة، آثار أن هنالك من يدير أمورنا، ربنا يعني اللي يربينا. أنا الصغير الذي كبرته، أنا القليل الذي كثرته. أنت كنت خلية واحدة في بداية انعقاد النطفة، شلون تكاثرت إلى أن وصلت إلى مليارات الخلايا؟ لذلك الآية الشريفة تقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ليش ما يقول نعم الله؟ خب نعمة واحدة أنا أحصيها، أنا أقول نعمة العين، عين هاي نعمة واحدة أحصيتها، بس هاي العين إذا ما يجيها إمداد دائم ما تشتغل.